أما الآن مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الأستاذ أنوار الحساوي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. راح يكون الحديث عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعن توزيع اللحوم والأضاحي على الأسر المحتاجة داخل الكويت. مساك الله بالخير أستاذ، وعيدك مبارك، وحياك الله معنا ببرنامج مساء الخير يا كويت. يا هلا، حياكم الله وشكرا على الاتصال. مساك الله بالخير أستاذ أنوار، وكل عام وانت بخير، ونبارك لك قدوم عيد الأضحى المبارك. أستاذ، يعني في البداية ودنا لو تكلمنا عن مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة داخل الكويت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكركم على الاتصال وعلى هذا الدعم الإعلامي. نتشرف الحقيقة، هو وقود لمتطوعينا ولي موظفي ومنتسبي جمعية الهلال الأحمر الكويتي. طبعا كعادة الجمعية في كل عام توزيع الأضاحي وتوزيع على داخل الكويت وخارج الكويت، ولكن السنة هذه كثفنا بناء على طلب من وزارة الشؤون توزيع داخل الكويت. هنالك تقريبا حوالي 3000 قطعة من اللحم توزع على الأسر المحتاجة المسجلة بالجمعية على مدى 4 أيام. بدينا اليوم وزعناها داخل الجمعية، وبكرة راح عقب باكر واللي عقبه راح توزع في مركز الأمن في الصليبية على الأسر اللي هم مسجلين عندنا. نعم. السنة احنا عملناها كذي، طبعا خارج الكويت بعثنا لبعض الدول المحتاجة توزيع الأضاحي على المحتاجين كالعادة مثل الكلام. قواكم الله على المجهود الطيب، لكن أستاذ أنور، يعني ممكن السؤال اللي يطرح نفسه، كم عدد الأضاحي اللي تم توزيعها وما هي معايير التوزيع؟ طبعا معايير التوزيع هي الأسرة تكون مسجلة عندنا، نعمل استبيان أو نعمل دراسة على الأسر، وسجلت عندنا تقريبا حوالي 5000 أسرة. نعم. داخل الكويت. الأسر هذه احنا نرعاها طبعا في جميع النواحي، سواء كان في العيد أو في الشتاء أو الصيف، في رمضان، في الأعياد، عودة المدارس، نقدم لهم طبعا الأكل والملابس، وبعض الأسر ندفع الرسوم الدراسية لطلبوا الطالبات عندهم اللي عندهم رواتب قليلة، فندفع المدرسة رأسا. عندنا مركز طبي طبعا يصرف الدواء للمحتاجين بناء على تقرير طبي. السنة طبعا بالنسبة للأضاحي يتم التوزيع عليهم. اليوم بدينا داخل الجمعية، يونا تقريبا 150 أسرة. نعم. وعقب باكر واللي عقبه راح يكون في مركز الأمل في الصليبية، ذلك هم قرب الجهراء، وفي كثير طبعا من الأسر المحتاجة ساكنين في هذه الأماكن. نعم أستاذ، طبعا هذا داخل الكويت. نعم أستاذ أنور، احنا كنا معاكم طول فترة الأزمة، يعني متابعين جهودكم خلال أزمة كوفيد 19، وشفنا المساعدات اللي انتم تقدمونها من خلال الجمعية للأسر المحتاجة. نبي تكلمنا أكثر عن من هم المستحقين لهذه المساعدات، وشنو اللي قدمتوه خلال هذه الفترة؟ نعم، أول شيء إحنا نقدم للأسر المحتاجة ونقدم للعمال، يعني طيلة الأزمة اللي صارت وطيلة تواجد الفيروس إلى الآن كنا نوزع أكل خلال رمضان، وجبات غذائية، أكثر من 270 ألف وجبة غذائية. عقب هنا قمنا نوزع سلال غذائية على العمال وعلى الأسر المحتاجة، كل سلة فيها تقريبا 20 كيلو للرز والسكر والطحين، البسكوت والمعجون والزيت، توزع على الأسر بالأضافة إلى الحليب والأضافة إلى الدجاج المثلج. الأسر هذه طبعا هي تكون سجلة عندنا بناء على، طبعا هناك فريق يذهب لدراسة الأسر بناء على العقد الأجار، الراتب، إذا الأب يشتغل أو ما يشتغل، عدد الأبناء، حالة البيت. نعم. نقدم لهم أجهزة كهربائية، نقدم لهم أكل، نقدم لهم لوازم مدرسية، نقدم هدوم. الآن احنا عندنا في الصليبية حوالي 150 ألف قطعة ملابس، نتصل في العوائل، يجون كل عائلة وتختار ما تحتاج من هذه الملابس. الأسرة هاي طبعا مسجلة عندنا صار لها فترة، من 5000 أسرة، ولكن هذا ما يمنع أن أي شخص محتاج إحنا كذلك ممكن نسجله لينضم إلى هذه الأسر. ومثل ما قلت هم نساعدهم في الدراسة ونساعدهم في الأمور الطبية وفي الأمور اللي نقدر عليها. وهناك كوبون كذلك شهري يدفع للأسر المحتاجة بحوالي 25 دينار لشراء من الجمعية اللي تكون جنب بيتهم، فذلك يعني اللي يمكنهم محتاجين أشياء إحنا ما نقدر نوفر لهم. بالإضافة إلى ذلك إذا كانوا محتاجين أي شيء أكيد يتصلون في قسم المساعدات المحلية عندنا، ومن ثم يتم تزويدهم بما نقدر عليه. نعم، مو غريبة عليكم يعني هذه الخطوات
اللي دائما تكون ناصعة في سجل العطاء وسجل الإنسانية بالمجتمع الكويتي، خصوصا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام. وجمعية الهلال الأحمر تحظى بمكانة كبيرة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، فياريت أستاذ لو تكلمنا أيضا عن العمل الإنساني والاجتماعي الذي تحظى به هذه الجمعية. نعم، بسم الله. الجمعية منذ تأسيسها عام 66 وهي تساعد الدول المنكوبة سواء كانت فيها كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان أو زلازل أو حروب. نعم. ساعدنا من 66 إلى الآن تقريبا 54 سنة أكثر من 90 دولة حول العالم. ما شاء الله. طبعا ينصب لصالح طبعا أو باسم دولة الكويت إن كدولة إنسانية أو مركز العمل الإنساني نساعد تلك الشعوب المنكوبة. وإحنا طبعا من مبادئنا ما نفرق لا بين اللون ولا الجنس ولا الدين، نساعد الإنسان كإنسان. فبالتالي تلقى الهلال الأحمر موجود في أغلب بقاع العالم، وما أن تكون هناك أي كارثة يأتينا سفير هذه الدولة ويشرح لنا، ومن ثم يتجه إلى الخارجية، ومن ثم تقوم دولة الكويت بالتبرع باللازم لهذه الدولة، ويقوم متطوع الهلال الأحمر الكويتي بالذهاب إلى هذه الدولة ودراسة الموضوع، ومن ثم طبعا شحن إما يكون شراء من السوق المحلي أو أن نشحنهم بواسطة أخواننا في طائرات الجيش الكويتي إلى تلك الدولة ويتم توزيعها. وطبعا لا يسعني إلا شكر سفاراتنا في هذه الدول وشكر الجيش الكويتي على مساعدتنا في التوزيع، وهو عمل متكامل. القصد منه هو إظهار الوجه الحقيقي الإنساني للكويت، واللي إحنا بنحافظ عليه لهذا الشيء. نعم أستاذ أنور، وأكيد هذا الوجه الإنساني برز وبشكل كبير خلال الفترة اللي طافت من خلال سواعد المتطوعين معاكم في جمعية الهلال الأحمر. ودنا لو تكلمنا عن جهود المتطوعين ومن الكوادر الوطنية. نعم طبعا الكل يعرف أن الهلال الأحمر الكويتي يعمل خارج الكويت، ولكن عندما حدثت هذه الأزمة داخل الكويت أكيد الهلال الأحمر الكويتي هي الهيئة المساندة للعمل الحكومي، فبالتالي توزع أعضاء الهلال الأحمر ما بين المحاجر لرعاية المصابين وفي مطار الكويت لاستقبال العائدين، ومن ثم إيصال المسحات لمستشفى جابر أو إيصالهم إلى بيوتهم. كذلك غدا احنا متواجدين في المطار تي 4 تي 1 ومطار الشيخ سعد، اللي طبعا في بكره يفتح المطار للسفر. نعم. فمتطوعيننا موجودين لتوزيع القناع والارشادات والرشاشات المعقمه على المسافرين ومساعدتهم في اي امور يبون. الهلال الاحمر الكويتي مثل ما قلنا بالاول كان يشتغل خارج الكويت، ولكن الازمه هذه تجمع عندنا احنا ما شاء الله متطوعين أكثر من 1000 متطوع متطوعة من مختلف التخصصات، كلهم تجمعوا بين شابات وشباب، وحتى يعني أذكر أنا الخيران يعني كانوا ينامون 24 ساعة. إلى الآن تواجدنا إحنا في الخيران، وكنا طبعاً مغطين أغلب المحاجر والفنادق في الكويت، وللآن طبعاً تساعدة مع وزارة الصحة، إحنا زودنا الصحة في معدات كثيرة، تساعدنا مع وزارة الداخلية، كانوا هم يساعدوننا في صف العمال في المناطق المحظورة في رمضان غير رمضان صباح وبالليل. فعمل جماعي لله الحمد، وأثبتوا الشابات والشباب الكويتي أنهم على قد المسؤولية، وأن حبهم للعمل يا حقيقة يفوق يعني يفوق أي شيء، لأن كانوا يدخلوا الناس واسطة عشان يشتغلون، فبالتالي هذا شيء زين. وهذا التطوع هو اللي الواحد يرتقي به، وهذا اللي دائما يسموه الأمير حفظه الله ورجع بالسلامة دائما يوصف به ودائما يقول يعني العمل التطوعي يجب أن يدرس في المدارس. نعم. لما له من أثر نبيل فيه الإنسان، وأثبت الإنسان الكويتي إن شاء الله حبه لهذا الشيء وتفوقه. وليس أدل على ذلك من تواجد أكثر من 130 فرقة تطوعية في الكويت، همهم لله الحمد هو خدمة المجتمع وخدمة المواطن والمقيم، وهذا الشيء طبعا يحسب لدولة الكويت. نعم. إذا أستاذ أنور الحساوي كل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا ببرنامج مساء الخير الكويت، ويعني لفتة جميلة من جمعيات النفع العام أن تقوم بهذا العمل الجبار بمساعدة الدول خارج دولة الكويت وكذلك الدول اللي محتاجة، وأيضا الأسر المتعففة.